بتشيل الحاجات المهمة فين؟ بتشيلها في الدولاب، كل الأوراق المهمة اهي بتشيلها في الدولاب. يلا نسوا يا حمار، انت صوتك عشان ما تسمعنا العين او شافت الهدوم ديت دلوقتي هتعرف ان احنا هنا يا غبي. انت صوتك مش عادي مش ليلي، هو فين بيجامتي الكحلي؟ انت هتستعبط؟ بتعملوا ايه انتوا الاثنين؟ جايين تسرقوني ها؟ نسرقك مين يا ليلي؟ عيب ما تقوليش الكلام ده فيه ايه؟ ده انا قفشكوا في الدولاب، ما انتوا لو مش جايين تسرقوني تبقى المصيبة أكبر. قسما بالله العلي العظيم، جايين نسرقك يا ليلي. أيوه بنسرقك يا ليلي، بنسرق حق الراجل اللي انت لهفتيه. وانت مالك بقى إن شاء الله؟ بقيت المحامي بتاعه وأنا معرفش؟ أيوه المحامي بتاعه، قول لها إن أنا المحامي بتاعه. أيوه ده المحامي بتاعي. طب اتفضلوا بره. أنت بتطردينا؟ أيوه بطردكم. عيب عيب يا ليلي، أستاذ يوسف مش غريب. لا بقى، ده انت عايزه تتربي بقى. مين دي اللي تتربي؟ محدش رباكي بقى. وريني. لو كده ربيت يا جماعه ابي كبرني لله يا جماعه. سلامتك يا سهام، طمنوني الدكتور قال ايه؟ الحمد لله طمنا وقال انها بسيطه يعني وشويه يقدر يمشي. طيب الحمد لله. تقتل قتيل وتمشي في جنازته. في حاجه يا ماما؟ هو كل حاجه ليلي؟ سمعتيني؟ وانت فاكراني عبيطه يعني؟ قالت زحله وهو بيصالحها. على فكره تطلع من سهام عادي يعني. طيب على العموم انا كنت جايه بس اطمن على سهام. سلامتك، مع السلامه. مع السلامة. ألف سلامة عليك يا حبيبي، ربنا على المفتري. البنت دشدشته. طب ما تيجي نشرب حاجة يا بابا؟ ايه تعالي، ده فندق يلا. خمس نجوم محترم جدا. خدوني معاك. تعالي يا خدوني، أنا جاية معاكوا. يلا سلامتك يا بابي. لا يسلمك يا حبيبتي. توجعك دي؟ لا بابي قوي ما بيتوجعش بسهولة. هي ايه دي اصلا؟ دي يا يارا زي بلاستر الصباع، دي بقى البلاستر بتاع الرقبة. بابي هو يعني ايه تبول لا ارادي؟ يعني ينبي على نفسه. بس يا بنات كده عيب. يا مودي هيحصل النهاردة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.